السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من مباشر مع الحكومة في حلقة هذا المساء نتوقف مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الذي بدأ بالتعداد الثالث في فلسطين تعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت للعام 2017 المرحلة الأولى وستعرف على المراحل تباعا انتهت عمليا ويعني الجهاز أمام مراحل مختلفة مع نهاية هذا العام وفي العام المقبل وصولا إلى نتائج هذا التعداد هذا المساء سنرحب نرحب بالسيدة علا عوض رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني مساء الخير أهلا مرحبا بك معنا إلى مباشر مع الحكومة يسعد مساكم أولا هذا هو التعداد الثالث عمليا في فلسطين أهمية إجراء هذا التعداد برأيكم في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني هو مش بس برأينا بصراحة هو بالأصل التعداد عادة بالدول هو شكل من اشكال السياده جميل وبالاضافه انه هو استحقاق دولي آه واهميته بتنبع انه بتحكي عن حصر شامل لكل ما يتعلق في الدوله يمكن نحكي عن الافراد عن الاسر عن المباني عن المساكن عن المنشات بخصائصها جميعا آه بصفي هذا التعداد هو بحد ذاته هو بشكل قاعدة بيانات ضخمة جدا إطار لعدة مؤشرات اللي إحنا كإحصائيين وكجهاز إحصاء اللي بيساعدني غير طبعا هو بيعطي يعني بيانات كتير مهمة لصناع القرار وصناع السياسات ولجميع الجهات ذات العلاقة ضمن تخصصاتهم بالإضافة أنا كإحصائية وكمؤسسة إحصائية بشكل إطار للعديد من الجوانب اطار لفئات عمريه اذا انا بدي اروح لانشطه معينه او مسوح معينه بدي اروح لها لفئه عمريه من صفر لخمس سنين انا عندي اطار لهي الفئه عندي اطار لجميع الفئات العمريه اطار لفئه الشباب اطار ل لبعض الخصائص اذا بدي احكي عن على سبيل المثال اطار لذوي الاحتياجات الخاصه اذا كان هناك مسح متخصص له... لهي الفئه طب ليش ليش بنروح للتعداد ست علاء؟ ما دام عندنا هي المساحات اصلا موجوده هي ويقوم بها الاحصاء هي المسحات الإحصائق. هي شو الفرق بين المسح والتعداد؟ جميل التعداد هو حصر شامل يعني احنا بنعد فرد فرد مم. يعني نطرق باب كل أسرة مسكن مسكن. مسكن, منشأة مسكن منشأة منشأة المسح هو بيأخذ عينة بتكون بتمثل مجتمعي ولكن كيف أنا كمسح باخذ عينته من إطار الحصر الشامل اللي هو إطار التعداد فأنا بالأصل عندي كل عشر سنوات هذا التعداد التعداد هو بقيس وبيعطيك الستركشر الكامل لأفراد الدولة بخصائصها للسكان لمساكن لمنشات لمباني لكل شيء بيتعلق ب... بهذه بهاد... 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 الجوانب جميل. ولكن بعدها لما بنروح بنروح على مسوح بناخذ عينته من هذا الاطار م. ليه منرجع كل عشر سنين لانه ليش كل عشر سنين, سنين؟ لأنه... لأنه بتغير احنا سابقا قبل عشر ليش مش سنوات خمسة او خمسة آه. عشر مثلاً. قبل عشر سنوات كان عندي حجم الاسره بنحكي عن سبعه في فلسطين م. نتوقع احنا بنحكي حاليا انه انخفض معدل يعني حجم الاسره عندنا، معدل الخصوبه كان عند المراه الفلسطينيه كنا بنحكي سابقا بال 97 كنا نحكي عن سبعه آه وثمان افراد عندنا بغزه، اليوم نزلت صارت عندنا خمس افراد وست افراد في غزه. ف بنحكي كيف انا بنحكي احنا عن فلسطين انه مجتمع فتي، التعداد بخبرني انه لما انا بحصر جميع افراد الشعب الفلسطيني واحد واحد م. بيجي بالضبط بيحكي بتح... لي طيب انه يعني هاي الفئات العمرية الافراد كل... كيف الفئات العمريه عندنا بعدين استراكشر عندنا مثلا 70% سابقا كنا نحكي انه احنا مجتمع فتي هلا هل هل بدا يكبر هذا الهرم هل صارت الفئه الاكبر عندي فئه الشباب مؤشر الهجره كيف بده ينقاس برضه من خلال كمان التعداد بشكل اطار اللي هو مين اللي انا طلع من عندي غادر ضمن الاسره وطلع لاي سبب هل طلع انا لسبب التعليم اذا كان هو اصلا بيكون بيشمله العد انه راح يتعلم ويرجع بس اذا انا غدرت لانه لاحسن ظروف المعيشيه انا بحصر كل هاي الجوانب فانا بحصر الهجره الداخليه وبحصر الهجره الخارجيه حاليا من 2007 على اليوم شو صار عندك بالبلد شو صار بغزة عنا؟ ثلاث حروب من 2007 ل2017 صار بغزة ثلاث حروب فأكيد إسرائيلية فأكيد تعداد 2017 رح يعطينا متغيرات 2017 كثيرة 2017 رح يعطيني هناك رح يعطيني صورة واضحة لأنه م. كتير من الجوانب إن كان على مستوى خصائص الأفراد أو المساكن أو المنشآت على سبيل المثال غزه هلا صار في عندك إشي مختلف تماما عن اللي بحكي عنه بال 2007 نفس الشيء انا باجي بحكي عن الضفه من ال 2007 لل 2017 اقلها ممكن نحكي فيها عن الهجره الداخليه مم. الهجره الداخليه بين, بين المحافظات اه والريف والمدينه صحيح مم. التوسع اللي صار عنا بالحضر يعني بالمناطق الحضريه على حساب الريف هذا مين بده يقيسه؟ ما بقيسوا الا التعداد جميل جدا. إحنا إه نحكي عن تعداد بكل مراحله اللي رح نيجي عليها مرحله مرحله بالتفصيل حتى يكونوا الساده المشاهدين يعني فاهمين ايش بصير بالضبط إه يجري بالتزامن بين الضفه، غزه، مدينه القدس ايضا. نعم إه لما نتحدث عن الضفه نتحدث بما فيها القدس. بما فيها القدس، نعم. اي صعوبات حتى اللحظه يعني واجهتكم في انه تنفذوا هذا التعداد في مدينه القدس؟ يعني هي من أكبر التحديات اللي بتواجهنا مم. طبعا هو تنفيذ التعداد بالقدس ولكن إحنا كل كل أنشطتنا هي هي من حيث المبدأ في في فلسطين حدود السبعة وستين والهدف ان يتم تنفيذ استعداد. القدس الشرقيه كامل. انا اقصد هنا يعني الاحياء نعم على حدود ال67 الاحياء العربيه شامل شامله شاملها هذا التعديل حدود ال67 كامله حتى لو كان فيها احياء اسرائيليه احنا على حدود ال67 كيف انا الحد عندي انا ماشي عليه بنرجع يعني. لقصه السياده مهم مرتبط هذا الموضوع مش سيادة. احنا بنحكي هو بلشتي فيها بقصه بقصة, بقصه سياده غزه اي عقبات او عراقيل ممكن انه تشوفوها خلال هذا كل شيء يعني تمام. احنا الحمد لله يعني م. هو يعني حتى بالعكس انا اجد انه حتى يعني هناك تعاون كثير كبير بين جميع الفئات يعني عنا بغزه بين المؤسسات الموجوده ان كان الاكاديميه العديد من الجامعات فتحت لنا ابوابها للتدريب ندرب هناك احنا اليوم بنحكي عن جيش عم بنفذ هذا التعداد كم عدد الناس اللي بيشتغلوا؟ اليوم بنحكي عن 11000 11000 صحيح أه بي غير بي غير موظفي الاحصاء الفلسطيني غير الموظفين صحيح. كلهم على بند العقود بيشتغلوا على هنا. بند عقود مؤقته على يعني في جزء منه حسب التخصص شيء زي ما بسميه فريق دعم فني عندنا فريق عمل ميداني عندنا بالميدان عندنا عده مسميات مشرف ميداني اللي عم بيشتغل لي على اللي اشتغل مرحله الحزم بعدين بكمل معي م. في المراحل الاخرى من العمل الميداني وهكذا لعبين ما نوصل للعدادين اللي بدهم يجوا على اخر مرحله جميل جدا احنا بنتحدث عن مراحل مختلفه نبدا بمرحله الحزم التي انتهت اطلقتموها وانتهت ايش هي مرحله الحزم وايش لحد الان مؤشراتها وايش يعني كمان حتى نوضح للناس ايش اللي صار فيها هاي صحيح. المرحله ممكن بس انه هون بحب اوضح انه البدء العمل على التعداد هو بصراحه بدا من 2013 واحنا نحضر له طبعا كله تحضيرات حتى نوصل مراحل اللي بديت تتفضل تحكي عنها مراحل العمل من الميداني بنسميها هي المراحل التنفيذ للتعداد واللي هي مرحله العمل الميداني ولكن هناك العديد من المراحل اللي احنا سبقت سبقت حتى نوصل هاي المراحل وانجزت طبعا و... وانجزت طبعا وبالتعاون ب... مع العديد من المؤسسات من من وزارات من مؤسسات مجتمع مدني وقطاع خاص فيعني في كمان انا بحب اوجه كل الشكر والتقدير لانه لما بحكي عن تعداد هو مش مشروع خاص ب... بالاحصى بصراحه احنا يمكن الجهه التنفيذيه بحكم التخصص ولكن هو مشروع وطني مش هو أضخم عملية إحصائية تحدث في أي دولة. جميل جداً مرحلة الحزم. نحتاج. مرحلة الحزم هي إن نبدأ بعد ما إحنا حددنا شو التجمعات الموجودة عندي أنا بفلسطين وشو حدودها الإدارية وهذا تم الشغل عليها بتشكيل لجنة. بالتنسيق مع وزاره الحكم المحلي مع سلطه الاراضي مع وزاره الداخليه ايضا كان في هناك مركز الدراسات بالقدس ساعدونا تماما حتى استطعنا لجنه الانتخابات المركزيه كانت كمان جزء من هي اللجنه رحنا حددنا شو هي التجمعات عندنا الفلسطينيه وتم التوافق على الحدود الاداريه بالتنسيق طبعا مع البلديات ومع جميع المجالس المحلية والقروية في هذا الموضوع حتى كان هناك توافق على جميع الحدود حدثنا إحنا مكتبي رجعنا على الميدان حدثنا ميداني ورجعنا اعتمدناها من جميع الجهدات العلاقة وكان هناك صعوبات كتير كبيرة خاصة لما بحكي عن التجمعات وبعض المحافظات في الضفة الغربية خاصة التجمعات اللي بمحاذاة الجدار التجمعات اللي بتخللها كتير كمان من المستعمرات الإسرائيلية أو حتى المراكز العسكرية الإسرائيلية هاي كانت من كتير من التحديات اللي كمان البدوية طبعا التجمعات البدوية هي تحدي بشكل كتير كبير لنا ولكن هي من التحديات اللي ما بنعتبرها يعني بنعتبرها من التحديات الطبيعية طبعا بالآخر أنا التجمعات البدوية هي هي جزء لا يتجزأ ويجب أيضا أن يتم حصرها ولكن طبيعة هاي الفئة من معيشتها الب... اه هاي كمان وتنقلها. بتشكل لنا مثلا تحدي انه مرحله الحصر القادمه اللي انا رايح عليها ب 16 9 بتكون <applause> في محل بعدين احنا لما نيجي للعد منروح على محل ثاني ونسير هذا بالاضافه لبعض المعيقات اللوجستيه يعني الحزم ما لها علاقه بالمساكن الحزم بالسكان اكثر تحدي التجمعات ولا كيف الحزم هي بالاصل انه انا بجيب جميع التجمعات اللي عندي في فلسطين كامله بدون استثناء من من لما يسمى بمناطق عد شو هي منطقه العاد؟ منطقه العد هي مناطق عد هي فقط لصالح العمل الاحصائي حتى انا اضمن الباحث الميداني يوم العد هو حصر الجميع م. فانا منطقه العد هي بتشمل 150 ل 200 وحده سكنيه واكني باجي بحكي انه ممكن عندي مبنى سكني فيه 10 وحدات سكنيه وفي هلا ما شاء الله عندنا مباني عمرات سكنيه عمارات يعني فيها هذا العدد يعني فينا بنحكي اكثر من 10 و... يمكن توصل اكثر من 20 وحده سكنيه احيانا 30 وحده سكنيه العمارات اللي كثير عندنا عاليه في بعض المحافظات خاصه في بعض التجمعات ضمن ما تسمى تجمعات منطقه مثلا اللي ما لها ترخيص ولا لها صحيح. هاي هاي بتشوفها بمبالغ فيها مثلا ولكن انا بال... بال... بالنهايه المطاف انا كمؤسسه احصائيه انا بدي اجمع تقريبا 150 ل 200 وحدة سكنية ببدأ من نقطة بداية بعملها بشكل أنه أسكرها بشكل دائري اللي أنا أساعد الباحث الميداني أنه هاي نقطتك البداية بدت عندك على اليمين هاي حصرت لك أنا دا دائرة دا 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 دائرتك اللي هي بتتراوح بين 150 ل 200 وحده سكنيه هاي بنسميها منطقه اليوم واليوم العدل. هاي كلها باتت معروفه اه انتهينا منها انتهينا صحيح. من مرحله الحزم صحيح بنروح لمرحله حطينا فيها اشارات استرشاديه آه. اه ممكن طبعا ممكن الناس يشوفوها اليوم الناس هلا بشوفوها بنحط فيها انه لما تشوفها با هي نقطه بدايه بيكون في عندك سهم وعندك رقم هو رقم المنطقه العد في هذاك التجمع وتحتها تاء نقطه سين هو التعداد السكاني كان ب97 كنا نكتب باللون الاسود بال2007 كان بالازرق واحنا بال 2017 حتى احيانا بيكون في اختلافات عملنا باللون الاحمر فهو شوي يمكن اللون الاحمر كمان كان اكثر مزعج يعني لانه هيك مبين <applause> بشد هيك <applause> آه بالاضافه انه صار عندنا بعض التحديات يعني بس ولكن يعني تجاوزناها بالتعاون مع الجميع يعني وانا هون ايش ابرز التحديات اللي برزت في مرحله الحزم؟ انه احنا صار عندنا اكتظاظ مباني كثير كبيره وكثافه ضمن المباني اللي اضطرت عنا احصائيا نعمل شيء اسمه زي مناطق وهميه يعني زي مثلا عندنا مناطق ممتده عندنا اللي هي انا بخلص عندي مبنى ولكن بعدها ما فيش عندي اي شيء فهي مثلا مناطق يعني مناطق وهميه بتصفيها مناطق عد فيها هاي بس ولكن تم حصرها على الاقل لانه هي حالات معينه في كمان بالاكتظاظ المباني اللي صار البنى الشاهق اللي صار عندي مقارنه بين 2007 و2017 يعني حجم الكثافة العمراني اللي صار عندي في على مستوى جميع المحافظات والكثافة كمان بين المباني هذا اضطرتني أنه عادة لازم يكون عندي معلم معين شارع عشان أنهي في منطقة عد أو أبدأ في منطقة هذا عد التداخل خلق ولكن مشكلة. عندي صرت أسكر 200 وحدة سكنية وأنا ما عنديش معلم أسكر فيه فاضطرينا بين مباني ننهي هم. منطقة العد لأنه كمان العداد مصر. عندي ما في مجال يعني اعطيه اكثر من 200 300 منت... يعني 300 وحده سكنيه هاي بتصفي انه بدينا كيف زي ما بنحكي ما نقدر نسيطر مم. على الجوده ما نقدر نسيطر على البحث الميداني بجمع بيانات بدنا النتيجه اللي بدنا بدن... اياها بالضبط عشان هيك كان المعدل 150 ل 200 وحده سكنيه ممتاز المرحله الاخرى مرحلة في الحصر. كان كمان تحدي اخر انه من من ال... خاصه في عندنا ب... بمخيماتنا الفلسطينيه مم. آه كان يعني حجم الكثافة والعمران اللي كان موجود آه تعرف العمودي. آه كان ما يساعدنا انه خاصه انه احنا بنحكي هذا التعداد بيختلف عن التعدادات الماضيه انه احنا رايحين بجمع بيانات الكترونيه عن طريق جهاز التابلت وطبعا مع ال ما يسمى بنظم المعلومات الجغرافيه فاحنا نقطه اللي انا بتعطيني الجي بي اس انه وين موقع انا كباحث ميداني في بعض الاماكن المكتظه ما كانت تعطيني اياه فكان هاي جانب من التحديات م. مرحله الحزم عذبتنا كثير بصراحه لانه يبدو, لي يبدو لي الاصعب هي بين المراحل هي الحزم. الاهم بصراحه م. هي هي زي ما بيحكوا هي البنيه التحتيه اللي قلنا اللي, اللي على أساسها الأساس. الاساس كيف بالضبط لما بدك تبني بتحط اساسات اللي بتبني على اساسها م. كانت مشكلتنا انه كمان بالجو كانت يعني هذيك الفترة من أكثر الفترات اللي كانت فيها حرارة مرتفعة كان هناك ارتفاع حتى فوق المعدل هذا أثر على الأجهزة عندي حميت كتير بالميدان علقت كتير عندي بالميدان عطلت, عطلت الناس. الهاد بالإضافة كمان المشرفين كمان تعذبوا لانه هو بالاخر ميدان بالشارع فهي كان من الامور اللي كانت من الصعوبات التي الصعوبات فرزت في, أبرز في مرحله طبعاً. الحزم نروح لمرحله الحصر وما هي هذه المرحله ما الذي يميزها مرحله الحصر بعد ما خلصنا مرحله الحزم احنا ان شاء الله الاحد القادم هو بده يبدا التدريب رح ندرب تقريبا 1500 مراقب يسمى مراقبين من يدرب اللي بدربه احنا طبعا دربنا حوالي 110 اشخاص منهم موظفين الاحصاء الدائمين وكل ما تم تعيينه كمدير تعداد للمحافظه ومساعدين مدراء تعداد لانه كل محافظه عندي إلها مدير تعداد للمحافظه نفسها ومساعدين مدراء تعداد فطبعا يختلف عدد المساعدين استنادا على حجم المحافظة أو حتى على صعوبتها ممكن تكون صغيرة بس هي تكون كتير صعبة فهدول المدراء التعداد مساعدين مدراء التعداد الموظفي اللي بنسميهم المساندين كله تم تدريبه بداية حتى يكونوا حتى يصفوا هن يدربوا المشرفين اجينا على مرحلة الحزم احنا دربنا المشرفين اللي هن هدول ال 100 ل 110 اشخاص دربوا المشرفين في جميع محافظات الوطن هلا المشرفين جزء اللي هن طبعا اللي زي ما بسموهم النخبه منهم هن رح كمان يصيروا جزء من الفريق المساند بالتدريب المرحله القادمه للمراقبين اللي بنسميها مرحله الحصر اذا مرحله تدريب الحصر رح تكون بتبلش يوم الاحد باذن الله اه والمرحله ايش ايش شكلها يعني آه. ايش رح مرحلة ايش راح يشوف الناس مرحله الحصر شو هي ايش رح يشوفوا الناس في الحصر هي عباره عن ترقيم مم. الوحدات السكنيه مم. والمباني كل بيت كل بيت وراح يكون هناك حصر شامل لكل ما يسمى بمبنى ومنشأ، <ممم> يعني وأكنه راح أنفذ التعداد المباني والمنشآت بخصائصها بهي المرحلة، <مم> أما السكان فقط راح يكون ترقيم الوحدة السكنية وندق الباب على الأسرة، نعطيهم ما يسمى بالاستبيان التذكيري، نقول لهم شو هو التعداد؟ من يشمل العد؟ <مم> وإذا بدكم تساعدونا وتكونوا متعاونين معنا بنكون كتير شاكرين لكم اتعبوا على الاقل اسماء افراد الاسره حتى اسماء افراد الاسره فقط لا غير حتى لما نجيكم مرحله العد ب 1 12 نكون احنا على طول على طول نعرف انه هي الافراد الاسره ونبدا مباشره بالمؤشرات اما اذا هاي بالاخر خيار اللي احنا كثير كثير بنتامل يكون فيها تعاون ولكن احنا لن نجبر اطلاقا اي اسره بتعبئه هذا الاستبيان ولكن هو جزء من الجانب التوعوي انه شو هو التعداد وشو هو العد يعني شو الفرق بين العد بين التعداد والسجل الموجود عندنا بوزاره الداخليه في فرق كثير كبير <applause> حلو التوضيح طبعا ال في الموجود عندنا بوزاره الداخليه سجل هو احوال ب... مدنيه سجل احوال مدنيه مم. بيحكي عن على سبيل المثال علا عوض انا يمكن انا مش المثال الصح لاني انا هويه قدس مش مشموله ضمن وزاره الداخليه الفلسطينيه ولكن بنحكي عن اي فرد ممكن تكون مثلا محطوط انه مكان اقامته الخليل ولكن هو مش عايش بالخليل أنا بالنسبة إلي هو أهم شيء يجب أن يكون فلسطيني بغض النظر عن مكان إقامتهم كان بأي محافظة المهم أنا بالنسبة إلي هو وين فعليا هذه يقيم. القضية مش مهمة في التعداد أنه أشرت لموضوع التنقل آه. والحاصل بين الريف آه. والمدينة صحيح. وما بين المدينة ومدينة هذا اللي بده يقيسه أنا بالنسبة إلي هذا أداة قياس ولكن ممكن الناس كمان نتيجه للعوامل مختلفة ممكن قضيه المواصلات مثلا التي اثرت الفتره الاخيره خلينا يعني بكل صراحه انه ما يح... ما يعطوا تفاصيل بهذه القضيه انه يعني انا والله هويه الخليل وانا مقيم مثلا في رام الله او في جنين بس احنا مش رح ناخذ ما إيه؟ بدكم هاي التفصيلات إيه؟ لا،, لا مش رح لا انا رح اخذ اقيس هذا مؤشر الهجره الداخليه يعني انت كنت سابقا سكان الخليل م. اليوم انت سكان رام الله يعني هلا هل كانت إقامتك يعني رح اسالك اقامتك السابقه كانت وين إذا حكيت لي انه كانت بمحافظه الخليل بالخليل انا بك يعني احكي لي محافظه انا مش مضطر تحكي لي بشارع ببببب. الفلاني مم. مم. انا كنت بمحافظه الخليل وانا هلا بساك... اقامتي الدائمه انا صارت رام الله بروح كل اخر الاسبوع على بلدي مم. انا بالنسبه إلي هو اقامتك الحاليه الدائمه اصبحت عندي على سبيل المثال رام الله <applause> اقامتك الدائمة اصبحت على سبيل المثال الأريحة. وسؤال مرتبط وسؤال <applause> انا كيف احط آه ال... هذا الجانب، سؤال مرتبط ممكن من عد المنشآت وهذا جزء يعني للسكان ومساكن المنشآت العد شامل انه اصحاب المنشآت التجارية ممكن كمان ما يفصحوا عن اي شيء خوفا من ما يتعلق بالضريبة بين مزوجين 100% احنا اللي بدنا نحكي انه هو ما له علاقة انا فكرتي انه كيف ممكن نحصل على بيانات سليمة بتفيدنا كما اشرتي مستقبلا وفي موضوع السياده وما الى ذلك في ظل العوامل هذه صحيح والله ممكن تجار يتهربوا اهم شيء انه معروف اي مؤسسه احصائيه هي مؤسسه مستقله مهنيه وبيحكمها قانون الاحصاءات العامه م. اللي اهم شيء فيه سريه البيانات الفرديه م. يعني حتى احنا لما بننشر بننشر جداول ما بيجي بحكي لك المنشاه صاحبها فلان ولا مره انا بعطيك شو المنشات وارباحها كذا ومتهرب مية. من الضريبه مش المنشات عندنا بفلسطين بقدر احكي انه عندنا هي اما بالاجمال هي اما صغيره الحجم او متوسطه الحجم بناء على مؤشرات انه شو حجم انشطتها وموازنتها بس انا بالنسبه الي يعني يعني انا لما اجي احكي عن فرد على سبيل المثال انه انت بتشتغل على سبيل المثال بالداخل هلأ هل أنا ما يجي يثبت لي معاه تصريح ولا بدون تصريح م. يعني أنا بس بالنسبة إلي بهمني أعرف مين منا كفلسطينية بيشتغل جوا مين بيشتغل مين ما بيشتغل عشان أقيس أنا فيه سؤال، فيه في نسبة سؤال في سؤال آه في التعداد هذا طبعا وهذا كمان هاي من المؤشرات مؤشرات القوى العاملة مؤشرات الهجرة م. الداخلية مؤشرات الهجرة الخارجية كلها هاي موجودة عندي بالتعداد في المنشأة تعريف المنشاه هي في سؤال مرتبط هيك حابه انا انا استفسر عنه شخصيا يعني. هي اي اي ح يعني اي مؤسسه محل تجاري يعني منشاه بتتعلق باي جانب من الانشطه اللي عندنا الاقتصاديه يعني انا باجي بحكي يعني يعني مركز تجميل هذه بالنسبة لي منشأة، طيب. الاتصالات هذه منشأة بين بين كبير وصغير نعم طب مركز تجميل في داخل المنزل كيف راح يحسب؟ طبعا هذا السؤال آه. المرتبط صحيح هذا كمان يعتبر كمان م. بالنسبة النا إذا ها كان مستقل يعني إنه ج... في نفس البيت آه. هو منشأة زي... ومسكن في نفس البيت زي كمان عيادة الطبيب اللي بتكون بالبيت كيف راح يحسب؟ اه هذا كمان ب... يحسب طبعا يحسب على الوجه. على الوجهين صحيح مسكن ومنشأة؟ طبعا م. لانك لا انت كمان عندك حيز، هلا انا بالنسبه لي مسجل مش مسجل انا يعني بسالك مسجل بسجل انه مسجل بس ما بجيكش احكي لك اثبت لي تسجيلك واعطيني اوراقك الثبوتيه انا بس بدي اشوف مثلا في هاي الجوانب قد حجم القطاع الغير منظم عندي على سبيل المثال، مم. هذا بقيسه انه شو هو المنظم والغير منظم، المنظم هو اللي مسجل عندي باحدى المؤسسات الرسميه في كثير عندنا مثلا في منشاتنا شيء مسجل بوزاره الماليه شيء مسجل بالغرف التجاريه شيء مسجل عند وزاره الاقتصاد شيء مسجل عند البلديات مثلا شيء مسجل يعني انت عارف فهي يختلف هلا اللي مش مسجل برضه يعني احنا بالنسبه لنا ما يعني جزء من الجوانب اللي احنا بناكد عليها انه هناك قانون احنا بحتم علينا انه نعمل بانه المحافظه على سريه البيانات الفرديه رقم واحد وهناك ما تسمى المبادئ الاساسيه للاحصاءات الرسميه هي اللي انا دائما بستند فيها على عملي وجميع ما يتم نشره يتم اخذ بعين الاعتبار هو المحافظه على سريه البيانات ما لها علاقه لا من قريب ولا من بعيد مع اي جهه رسميه للتداول معها في هي البيانات الفرديه مطلقا وهذا ما بعزز استقلالية ومهنية المؤسسات الإحصائية مساحة جغرافية تسمى منشأة ولكنها تقوم بأكثر من دور أكثر من مشروع في نفس, في نفس الوقت كيف راح يصنف هذا؟ بنحط منشأة يعني واحدة؟ إنه بتكون اذا هي خلاص حدود زي مثلا عندك بعض المؤسسات الاكاديميه وبكون فيها كمان عياده وبكون فيها صح مم. يعني عندنا الجامعات بيكون عندك فيها عياده محل هي مرافق بتصفي محل محل مثلا كمان الله في الخليج آه في صرافه وفي ذهب وفي ايش يعني اكثر من من شيء اذا كان هو ايش اذا داخل اذا داخل حدود وحدة ضمن مبنى واحد فهي منشاه واحده عده مباني حتى ضمن الحدود فهي اكثر من بعطي نتائج دقيقه على هذا الكلام طبعا بس مثلا اذا بتطلع على وبعطي التص... مؤشرات كمان حول الموضوع الاقتصادي 100% عشان هيك كمان احنا بتيجي بتطلع على طبيعة يصير في خصائص. لا أبدا ما يعني هناك العديد من الجوانب اللي إحنا بنقوم طبعا بتدقيقها وحصرها تماما والتدريب عليها وإعطاء أمثلة إحنا للباحث الميداني وكيف معالجة بعض القضايا لأنه زي ما تفضلت عندنا بعض الخصوصيات خاصة عندنا في فلسطين موجوده عند بعض الدول الاخري طيب. ولكن احنا في عنا بعض خصوصيات ولكن تم حصرها جميعا وهناك ما يسمي احنا كمان في بعض المؤشرات اللي بتقيس مؤشرات تانيه عندي حتي نتاكد انه حتي الاستيفاء هو بيمشي بالشكل الصحيح. انا فقط اشاره انه معروفين انتم في الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني بدقه ما يزور عنكم من بيانات وهذا يعني مش كلامي ولا شهادتي ولكن شهاده المتابعين لجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني. مرحله الحصر إنت بتنتهي؟ مرحله الحصر بنهايه شهر 10 ب 31 10 ب 31 10 وستبدا ب 16 9 تبدا ب 16 9 إن شاء الله. وتنتهي ب 31 10 10 فيها عمليا الوصول الى كل مسكن ومنشاه سيتم الوصول لكل وحده سكنيه وحده سكنيه ترقيم جميع الوحدات السكنيه حتى لو كانت غرفه واحده سنصل اليها آه. سيتم ترقيم م. جميع الوحدات الوحدات السكنيه عندنا بفلسطين م. ترقيمها نتامل التعاون من جميع افراد الشعب الفلسطيني يعني كله هذا احنا يعني احنا للبلد وهو مشروع وطني شبابنا الموجودين اللي معنا معظمهم شباب خريجين واحنا كثير كثير فخورين فيهم وفخورين بجهودهم اذا كان في عندنا هفوات بسيطه في هناك رقم مجاني للتواصل معنا بشكل مباشر حتى يتم علاج اي هفوات ممكن انها تصير <applause> واللي هي طبعا عاده بتصير لانه احنا لما بتحكي عن 11000 يعني احنا نعمل يعني باقصى خلية. خلية. باقصى ما يمكن ولكن اذا صارت يعني زي ما بيحكوا هفوه هون ولا هون احنا جاهزين لعلاجها يعني م. بالتواصل معنا بشكل مباشر الوحدات السكنيه الفاضيه في ناس مش موجودين فيها مسافرين خارج البلد لاغراض تعليم او اي سبب اخر تسمى وحده خاليه وحده خاليه نعم. وحتى الناس اللي فيها ما تمكنا انه نحصر شو العدد بالتالي وحده سكنيه خاليه خاليه صحيح آه. طيب المرحله اللي بعدها ايش مرحله العد راح تكون احنا بتكون هي المرحله النهائيه مرحله العد يوم العد راح يكون يوم اجازه ولا كيف لا ما راح يكون يوم اجازه راح بالمره يكون. لانه بتذكر اللي الناس اللي 97 عملنا, عملنا اجازه لانه كان بالنسبه لنا إيه كان كجهاز مركزي للاحصاء الفلسطيني كان اول تعداد لفلسطين أه. لليوم عندنا الاردن مثلا عملوا اجازه أه. يعني طبعا احنا بنطمح انه يكون بهذا الجانب بس باعتقادي انه اذا بدنا نتعامل بهم بمهنيه يعني احنا قادرين نكون فيه بدون اجازه لانه ما راح نعد جميع الشعب الفلسطيني <applause> بواحد 12 احنا راح يستمر العد من واحد 12 لا. لحتى 24 12 باذن الله كحد أقصى آه ولكن آه في هناك ما يسمى بليلة الإسناد هي ليلة 31-11-1-12 فأنا كل أسئلتنا تتجه للأفراد على هاي فترة الإسناد <applause> اللي هي عملناها بال97 وبال2007 وجايين عليها بال2017 <applause> حتى نقارن هاي السلسله الزمنيه مع بعض <applause> العد يعني انه احنا هيك انا بدي يعني افهم انه بنسلم العائله رب الاسره نذكر لنا كم عدد افراد الاسره الموجودين داخل ناخد هذه الوحده السكنيه ناخذ جميع, جميع, <applause> جميع اسماء افراد الاسره جميع افراد جميع اسماء افراد الاسره باعمارهم <تصفيق> <تصفيق> وبخصائصهم كامله يعني نتطرق لجميع المؤشرات الاجتماعيه لجميع تعلم المؤشرات مش متعلم الاقتصادية. صحيح. تزوج مش متزوج كل الاحترام نعم صحيح آآ آآ كل المؤشرات اجتماعيه اقتصاديه صحيه مم. بيئيه مم. على مستوى جميع الافراد يعني على, جميع على مستوى جميع الاسره مم. والافراد حكما بدي اخذ كل اعمارهم عشان بالاخر بدي اعرف انه احنا بالاخر ضلينا مجتمع فتي ولا 100% عدد افراد الاسره شو صار عندي طبعا ممكن يختلف حتى عنا كفلسطين ممكن يختلف من محافظه لمحافظه صحيح. واحنا بنعرف هذا الحكي اذا في في تغير ملموس بين مثلا الفجوه الموجوده عندي بين الضفه وغزه يعني مثلا في بعض المؤشرات الموجودة عندي أنه معدل الخصوبة عند المرأة في غزة هي أعلى منها عند المرأة في الضفة إيه ولكن كمان برجع بحكي هون إحنا بنحكي عن معدل ولكن إذا بدي أرجع أجي أحكي على على مستوى على مستوى محافظة التعداد رح يسمح لي أحكي أحكي أنه الخليل هيك وطول كرم هيك ورم الله هيك والقدس هيك أنا بدي أرجع للمنشآت أكشاك صغيرة مثلا هاي, هاي تعتبر منشآت؟ وكيف اذا كانت غير مسجله كيف راح يتعامل معها؟ اذا كانت غير إيه؟ مسجل اذا كانت غير مسجله بسميها غير مسجله غير مسجله طب مم. اي شيء اخر كبسطات دائمه في مكان معين كيف راح تعمل معها؟ هذه مش منشأه مش لا تعرف على انها منشأه لا أبداً. لكن فيها دخل مش مش اي منشأه آه. بشكل لأن دخل المنشأه لازم يكون لها ايه يعني حدود يعني لها آه آه. بالضبط يعني مم. حتى لو بيظلل في الصيف او بيظلل في الشتاء مش يعني لا, لا تصنف على انها لا شاء. لا انت بتحكي لا انه في شيء بحصرها يعني بحدود زي ما ان كان حكيت عن غرفه ولا ان كان حكيت عن بغض النظر يعني مثلا بغزه مثلا بتسكر ببركسات على سبيل المثال ان كان هلا عاده انت لازم تحكي عن اسمنت ولكن احنا طبيعتنا مثلا في فلسطين عندنا مثلا عند البدو لا عندك مثلا براكسز عندك في في غزه لا عندك بعض الدور كمان بتغطي مش بسقف اسمنتي فاخذنا هاي الخصوصيات لبعض الفئات ولكن الاصل انه عندك هو مسكر عندي باسمنت بحدود معينه واضحه انه هذه منشاه بغض النظر شو طبيعه هاي المنشاه طيب <applause> وطبعا في عندنا منشات كبيره لها افرعها فانا ما بسجل كل فرع لهاي المنشاه منشاه منشاه هي فرع لمنشاه على سبيل المثال الاتصالات هي منشاه واحده ولكن لها فروع نفس الشيء بنحكي عن ولكن سبيل... منشأة واحدة هي منشاه واحده فقط لا غير بغض النظر يعني عن فروعها ولكن اي شيء لها بيكون لها فرع يعني فرعها يحسب لها ولكن ما فرعها لا, يح... لا يحسب عندي منشاه مستقله جميل. الناس اللي مش موجودين في البلد، احنا حكينا عن المنازل انها خاليه، صحيح وحده سكنيه خاليه، هيك اطلقتوا عليها المسمى خالية. صحيح طيب والناس الموجودين؟ ما هم اصلا هم معهم هويات وممكن بعد التعداد مثلا بعد 25 اثنين بعد ما طلع النتائج انه يكونوا هم موجودين في البلد، فكيف هذول وين وين شو كيف نعدوا؟ كيف نحصوا؟ عشان عشان هيك حكينا عن فتره الاسناد، اذا كنت انت بهديك الفتره م. هي التعداد بحصرك بهاي فتره الاسناد هلا اجيت انت بعدها ما انا تعدادي اعطاني مرجع اللي هو فتره الاسناد 31 يعني ليله واحد يعني ليلة 1/12 نحكي يعني صباح 1/12 عشان هيك نسهل على حياتنا اكثر هلا إذا أنت إجيت إجيت بشهر 2/2018 أنت ما عديتش انتهى ما كنتش. ما بإمكانهم هذول الناس إنه يبادروا مثلا يتواصلوا مع الجهاز المركزي الأحصاء. مش مضطرين. مش مضطرين. لأنه العد بطل يشملهم ضمن التعريف. مم. ولا باي شكل من الاشكال انه يبادر مثلا انا موجود مثلا في اي دولة في العالم انه ابادر انه انا والله بياناتي كذا 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 ولكن متواجد لي مثلا في برافق ابني في دراسة هذه عادة من الاسرة، م. الاسرة بتكون عادة بنسالها ممكن يكون احد افراد الاسرة طلع يتعلم طلع يدرس بجامعة على سبيل المثال م. بس هو راجع هذا بتم حصره، يعني نسأل الاسرة في عندكم حدا طلع مثلا ما هو ممكن كل كل الوحده السكنيه الناس اللي في الوحده السكنيه كلهم آه عادة لفتره زمنيه آه معينه لسنه لسنه ونص في كمان سؤال بنيجي بنحكي انه لكل الاسر في لكم حدا من عيلتكم من افراد العيله الممتده لكم انه خارج البلد يعني كمان بنسال اذا حكوا عن عيله كامله بناخذها بعين الاعتبار اذا بتحكي عن شيء وضع مؤقت م. واذا هاجرت بناخذها ضمن الهجره الخارجيه كمان م. جميل جميل النتائج ايمتى راح تكون؟ او دخل... قبل النتائج في الدراسه الـ الدراسه ما عادية. تسمى بالدراسه البعديه وهي هي الدراسة هاي دراسة, دراسة كثير مهمه للتعداد حتى نحصر نسبه عدم التغطيه دوليا مسموح بالتعداد لاي تعداد في دول العالم انه مسموح لك بنسبه عدم تغطيه لا تتجاوز ال5% اذا تجاوزت عندك ال5% عندك مشكله بجوده بياناتك ومن هذا المنطلق احنا بنعمل هاي الدراسه البعديه حتى نقيس نسبه عدم التغطيه مم. اللي بنتامل انه ما ما نوصل ما تزيد عن خمسة آه ما ما توصل ما توصل بالتعداد, بالتعداد 2097 ايش كانت الدراسه البعديه كانت ما في شيء تجاوز عندي نسبه عدم التغطيه 5% الا القدس تجاوزتها كان نسبه عدم التغطيه اكثر من 5% اكثر صحيح وهون بياثر على البيانات طبعا بياثر هاي. على البيانات في مشكله طيب بالنتائج ايش 25 2 النتائج ان شاء الله يعني هذا هو ضمن جدولنا المطروح لنا انه 25 2 باذن الله يكون هي النتائج الرئيسيه للتعداد ما تسمى الرئيسيه او الاوليه <applause> اللي هي بتحكي على ايش العناوين ابرز العناوين اللي رح يعني تكون موجوده مثلا في النتائج نحكي عن العدد الاجمالي للسكان ما الى طبعا آه. العدد الاجمالي الهيكل المجتمع الفلسطيني بعض الخصائص المهمه اللي بتتعلق فينا احنا كافراد وكاسر وبالاضافه لعدد عدد المنشات الموجوده عندك بفلسطين واهم الخصائص الرئيسية اللي بتتعلق بالمنشآت أهم الخصائص اللي بتتعلق عندك في المباني أهم إشي اللي بدنا نعمل في النتائج الرئيسية رح نجيب تعداد السبعة وتسعين نتائجه مع الألفين 2007 وال2017 ونيجي نحطها بصورة كاملة حتى يكون أسهل للجميع رح نعمل جهدنا إن شاء الله تعاوننا مع مؤسسة ما تسمى مؤسسة الجاب مايدر <applause> وهون كمان بوجه الشكر كمان للممثليه السويديه اللي ساعدتنا حتى بانه نتعاون مع هاي المؤسسه الجاب مايدر حتى نستطيع انه نشتغل على نشر البيانات بهاي الصوره وبطريقه جذابه عشان <applause> أسهل قراءتها والاطلاع عليها من ما انه نحكي بس ارقام و... وفي جمهور كبير و... بحاجه لكل هذه النتائج حتى مية يبني مية عليها دراسات وابحاث وما ذلك مهم الاشاره الى انه هذا التعداد 2017 بكل تفاصيله بجهد فلسطيني خالص نعم صحيح من حيث التنفيق. التخطيط تخطيط والتنفيذ والاشراف ايضا ولكن بتجربتنا بما يسمى بجمع البيانات الكترونيا كل ما يتعلق ببرمجه جميع مراحل العمل الميداني كان بالتعاقد مع جهه خارجيه في الاردن جميل شركه جميل. تسمى ريل سوفت احنا خلصنا في موضوع التعداد في دقيقتين لانه ضل معنا دقيقتين اجتماع اللجنه العليا الدوليه للتنميه المستدامه راح يكون في تشرين ثاني وراح يكون 26 دوله عن فلسطين في دقيقتين تعطينا هيك بريفينج سريع ولكن ناجحين يعني مستقبلا على الموضوع ان شاء الله, إن شاء الله. بس كنت بدي احكي للتعد عن التعداد انه كمان احنا فلسطينيا استفدنا كثير من تجربه الاحصاء الاردني اللي نفذ التعداد العام الماضي م. ومن تجربه جمهوريه مصر العربيه آه الاحصاء المصري اللي انتهى من تنفيذ تعداده قبل شهر تقريبا اللي تفضلت فيه هو اجتماع آه اعتقد هو اهم اجتماع ممكن يتم, آه يتم تنفيذه عندنا بفلسطين هو على المستوى الدولي هو اجتماع فريق العالي المستوى للتنميه المستدامه آه هذا الفريق يشكل من 26 دوله تمثل العالم كاملة وتمثل جميع الأقاليم فلسطين هي عضو في هذا الفريق العالي المستوى آآ آآ وتم استضافة فلسطين لهذا الفريق اللي راح يكون اجتماعه عندنا من 7 إلى 9 11 احنا كثير فخورين كاحصاء فلسطيني انه هذا الاجتماع راح يكون عنا باراضينا مم. ولاول مره ولاول مره بفلسطين وانه راح يكون عنا كمان وجود 26 دوله وراح ناخذ ننتهز هاي الفرصه كمان لاطلاعهم كيف بيتم تنفيذ الاحصاءات الرسميه في ظل ظروف غير طبيعيه شكرا جزيلا لك يا سيده علا عوض رئيس الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني يعطيكم الف عافيه كل المشاركين في عمليه التعداد هذا ونتمنى لكم ان شاء الله كل النجاح والتوفيق شكرا جزيلا مساء الخير شكرا. شكرا لكم شكرا لكم طيب المتابعه مشاهدينا والاسبوع المقبل ان شاء الله على خير حلقه اخرى من مباشر مع الحكومه حتى ذلك الحين دمتم بخير وفي امان الله